خليج المناسير يعتبر واحد من المناطق اللي كان ضحية لمنوال تنموي متوحش الذي لم يراعي الخصوصيات البيئية للمنطقة. الخليج هذا يتعرض إلى تدخل عشوائي من قبل الإنسان نتيجة اختيارات خاطئة متاع المؤسسات متاع الدولة متاع السلطة. أيضا تقريبا كل الشواء اللي تعملوا أضروا بالبيئة وأضروا بالبحارة الصغار وأضروا بالسكان في المنطقة دي اللي يعيشوا عليها تقريبا حوالي 200 ألف مواطن يتوزعوا على 7 مدن. بطبيعة الحال الحالة هذه خلت أن المجتمع المدني يتحرك للتصدي لهذا التلوث، وبدأ التحرك منذ 2006 يعني منذ قبل الثورة، وخذين مسار متصاعد متواصل. خذين مسار ضيع تحركات احتجاجية، وقفات، غلق لطريق، مظاهرات من أجل إيجاد بدائل وحل نهائي لمشكلة التلوث في الخليج. أبرز النقاط التي تم التفاوض عليها وهو إيقاف كل سكب عشوائي وكل سكب لمياه مستعملة ومياه صناعية في الخليج. هذا تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2015. ثم من الحلول الأخرى وغلق محطة صيادة لمطة بحجر وتحويل المياه متاعها، وأيضا غلق محطة الفرينة وإيقاف سكب المياه الصناعية. هذا اللي قاعدين نخدموا عليه. المعركة هذه من أجل إنقاذ الخليج. المنوال التنموي المتوحش اللي تحط على بلادنا تقريبا في منتصف الثمانينات، والمنوال هذا اللي يطلب منا اليوم مراجعته مراجعة كلية وشاملة، مراجعة من حيث يعني أنماط الإنتاج ومن حيث أنماط الاستهلاك، مع الحفاظ على تنمية مستديمة وخاصة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وفي محيط سليم.